السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم جنان. اليوم ان شاء الله جيت نقاسم معكم واحد لا غوسيت تجي فريمون شابه بزاف. هما سي دي بيسكوي او شوكولا، يجوا رائعين، يجوا يذوبوا في الفم. اذا لهذا الشيء شنو نحتاجو؟ نحتاجو 200 غرام شوكولا، 200 غرام سكر، 125 غرام دهان، 25 غرام كاكاو، 140 غرام فارينة، 3 حبات بيض، 10 غرامات ليفور، ومغرف صغيرة فاني، وبيان سور نحتاجو الحلوى نتاع لي غيموف. إذا نحتاجو 200 غرام دو شوكولا، 200 غرام دو سكر، 25 غرام دو كاكاو، 140 غرام دو فارين، 3 œufs, 10 غرام دو ليفور، une petite cuillerée de vanille, bien sûr les bonbons, les guimauves. اذا نبداوها على بركه الله. ندو لو بوغ تاعنا مع الشوكولا، ندوبوهم ابتيفو. اذا هنايا نخلط الشوكولا تاعي على نار مهيله هكا مليح، حتى تخلط مليح، يذوب الدهان ويتخلط لي مليح مع الشوكولا. دروك غادي نخلطو السكر مع البيض باش نضربوهم. اذا غادي ندرب هذا الخليط تاعي حتى يولي اون بوماد، حتى يولي بيض. بسم الله. اذا هنايا بعد ما دربته مليح ولا اون بوماد، نجيب الشوكولا تاعي اللي خلطتها مع الدهان وبردتها وراهي دافيه، دروك نبدا نكبها هنايا، نزيدها على هذا الخليط وندرب. ندير لافاني تاعي، بسم الله. اذا ونزيد نضربه مليح. اذا غادي ندير الفرينه تاعي، نديرها هنا لا لوفور، وندير الكاكاو تاعي. هادو غادي نخلطهم بعد نديرهم هنا. اذا دروك غادي نخلط غير بالعقل باش البسكوي تاعي ما يطيحليش. اذا راني درت لو فور يحمى على درجه 180 درجه. ندي نص ملعقه كبيره ونحطها هنا، نسقموها هكا على شكل دائره. اذا دروك ندخلوه لو فور 6 دقائق، نديروه في لو فور بوندون 6 مينوت. اذا هنايا بعد ما نقلعوهم من الفوق نخلوهم حتى يبردوا، عاد نقلعوهم، خاطرش كي يكونوا حامين كون تقلعوهم يتهرسوا لكم، خاطرش جايين فريمون طريين بزاف. غادي ندي لي كيموف تاعي، نقصهم كل وحده على زوج. ندي ان كاطو هكا، إذا دروك غادي ندخلهم للفوق 2 مينوت، زوج دقايق.
ندير لا مينيتري زوج دقائق. اذا بعد زوج دقائق نخرجوهم كاملة، غادي نخرجهم. اذا دروك ندي لي بسكويت تاعي، نختار ابوبخي لي كيف كيف مادام هم حامين، وندير لهم وحده فوق وحده، ندير لها هاك. اذا دروك ديت الشوكولا تارتيني، دونك دو سوا شوكولا تارتيني سوا شوكولا اللي ناكلوها نورمال، لي شوكولا تاع لي تابليت ذوبوها وديروها في ان ساشي وديروها. انا هنا ديت شوكولا تارتيني صديق دو نوتيلا ولا لا مارك اللي بغيتوها. المهم صراحه جاو شابين بزاف بزاف بزاف، ننصحكم باش تجربوا هاد لي بيسكوي، راهم فريمون غادي يعجبوكم، وغادي كي ديروهم غادي تبقاو توجور ديروهم، كو ساسوا للغوتي لي زونفون للومجا كي تمدوها لهم، تمدو لهم ان بسكوي كيما هكا مخدوم في الدار فريمون شباب بزاف، للقهوه لاتاي ميم بوغ دي زانفيتي يجو فريمون شابين. سي هاد لي بسكوي سي ان ميلونج انتر لا باتيسري و دي بسكوي ساك، باسكو مي جوج دي بسكوي ساك يجو فريمون شابين. هنا يبقى لي ان بسكوي بغيت نوريه لكم كيفاش يجي طري، شوفوا دونك يجي فريمون طري بزاف بزاف. شوف اذا كما شفتوا لي غاتو اللي درناهم اليوم فريمون ساهلين بزاف بزاف ويجوا رائعين، قلت لكم يجوا اونتر لا باتيسري و دي بيسكوي ساك هما، ولكن يجوا مويلو يجوا طريين ويجوا فريمون بنان بزاف. إلا عجبتكم الحلقة تاع اليوم ما تنسوش ديروا جيم، ديروا لايك لتشجيع القناة، ونبقى كل يوم إن شاء الله راني نشوف لكم نجيب لكم دي غوسات يكونوا شابين. هاهما لا شوفوا كيفاش جات، جات رائعة فريمون تستحق أنكم تجربوها، غادي دوك تشوفوا غادي فريمون تعجبكم بزاف، ان شاء الله تجربوها وتخلوا ارائكم في التعاليق. وبالمناسبه بغيت نشكر بزاف الناس اللي جربوا لي غوسيت تاوعي ورجعوا للتعاليق وخلاو لي ميساج، الله يعطيكم الصحه، خلاوا ميساج حتى للمتابعين. اذا بغيت نقول لكم الله يعطيكم الصحه، وثاني كما يشقاش تنسوا الا كان عجبتكم لا فيديو بيان سور ديروا لايك، وهذا جوست لتشجيع القناه. اذا بهذا الشيء بغيت نقول لكم تبقوا على خير، خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.